نحكيو جديد الموسيقى، غنية أموري، غنية جديدة للفنان التونسي أحمد الرباعي، كلمات الحن وتوزيع حمدي المهيري، والكليب إن شاء الله يهبط نهار الجمعة على شين يوتيوب أحمد الرباعي. أكثر تفاصيل مع ضيفنا في الاستوديو أحمد الرباعي. ما قلتها برشا مرات في الكل ذاك، نرحبوا بيك ومبروك الغنية الجديدة. يعيشك، مرحبا بيك ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. غيبة على موزايك، مرحبا بيك. غبت انت ليك مده. تهو وما رجعنا بجديد، على الاقل فيت فما جديد نرجع بحاجه. المهم الغياب ديما فيه خدمه. وي وي، معناها كي تغيب مش كلي من نوع تغيب تاخو كونجي مثلا تجبد روحك جمله من كل شيء. لا ديما نخدمه خلف الكواليس، معناها ماذا بيك ديما تحذر ديما في حتى في الاوقات اللي ما تزورش فيها اعلاميين ولا ما تهبطش فيها جديد، ماذا بيك او كتحذر ولا تعمل ريشيرش؟ بيان سور غاي ابار، معناها جديد اللي جيتكم به اليوم فما برشا غنيت اخرين. معناها هو جديد اللي جينا به اليوم جديد برشا. أي حاجة أنا الأغنية سمعتها في الكواليس، نسمعها احنا بعد شوية حصرين في موزايك فهم نهار الجمعة إن شاء الله الجمهور يكتشفها بالكليب في الشين يوتيوب. ستيل جديد الكلام والموزيكا والريتم، شو اللي خليك تختار ثنية هذية؟ بالأخص أنه مانيش متعودين نسمعوا الحاجات هذية من عندك أنت، مستانس في ستيل آخر بتاع الموزيكا وحتى في الكلام. وي اكزاكتومون، نسمعهم الأكثرية عند لي رابور بالضبط، اللي دخل كلمة أنجلي هكا في الوسط حتى الدارجة برشا دارجة اللي قريبة من الراب. علاش شو هذا؟ تو سامبلومون أنا ديما استنست الناس اللي تسمعني وكل شيء، استنست نغني حاجات يعني كاري أكثر، معناها في حتى على مستوى الكلام واللحن زي ده كيف كيف. توا لازم تسمع، الناس تحب تسمع حاجة كلمة سهلة تتحفظ فيسع، جملة زي كيف كيف سهلة تحفظ فيها. دونك ذا شنو اللي لوجت وفيها فيها مغنى الغنية، تلوج انك تتحرر من القالب انك مثال شي جا نوصفه بشوية بشوية. اغلب الفنانين اللي يغنيوا وتري معروفين عندهم اللوك نتاعو ما لازم يحافظ عليه، اغنيته لازم عنده فرق وناس يتعامل معاهم، معناها فما ياسر تحسه محصور في كادر معين. صحيح. انت تحب تتحرر من الشيء هذاك، حسيت انه ما نقولش قلقك ولكن تحس انه تنجم تعمل حاجه اخرى في ثنيه ديفياسيون. هي فوالا اون ديفياسيون، تهرب شويه من توا لي بيت ميكرز قاعدين يخدموا معنا بالضبط، معناها اكثر من كونها تقعد محصوره في غنيه وتريه ولا لازم فيها كمانجيت ودي انسترومون اكوستيك ان جينيرال. دونك توا معناها في الغنيه هذيا ستيل افرو، حاجه جديده، حاجه صيفي كما نقولوا احنا. المقربين منك سواء العائله ولا الزملاء حتى الفنانين الموسيقيين كي سمعتهم الاغنيه قالوا هيت. قالوا هيت. وي هذا هو الهيت اللي حكيت عليه عندك مدة، حكيت عليه. أي حكيت عليه. قاعد يتطبخ على نار هادية نقولوا. نجم نقولوا لي أموري هي الهيت تاع 2022 لأحمد الرباعي. واحد ما نجم أي فما حتى فنان نجم يعرف شنو هو اللي يستنى فيه. ما أنا كفنان شاب مستحق غنية هيت، خاطر هذيك هي أي فنان توا معروف لازم كانت عنده غنية حظ، هذيك اللي بدا من أترافيرها. معنا أغلب أغاني الحظ ما كتعرف ساعات، فما فنانين حتى في تونس ولا البرك يعمل البوم يبدا معمل على اغنيه يا اخي تضرب اغنيه اخرى، ساعات الحظ ما تحضر سواء حاجه ما تقرا ليش حساب، سواء تعمل حاجه مدروسه تقول فيها عندها ملامح الهيت. باه اغنيه اموري نسمعوها حصريا على موزايكا فهم، هذه اغنيه اموري لاحمد الرباعي، راجعين نكملوا الانترفيو. اموري اكسكلوزيف موزايكا فهم، اكسكلوزيف موزايكا فهم. سوري عندك في يا ماري
عيبك تكوني ذي من برا يا محلاك. لعندك صاحب لحبيب لاشكون من قلبك قريب لحكي على عشرة حشاك. الراجل ما يعيب وجيب والعيبة تكوني ذيب ومن برا يا محلاك. لعندك صاحب لحبيب لاشكون من قلبك قريب لحكي على عشرة حشاك. اماري شو عندك فيا اماري اسأل فيا ساري ما تدورش بيا. تحية ليكم. كانت هذه اموري ولا اموري او كل واحد كيفاش يحب يسمعها افرزوا انتم اموري. لاحمد الرباعي كنتوا تسمعوا فيها على موزيكا فهم حصريا. ان شاء الله باش تكون موجوده في شين يوتيوب نتاعك ان شاء الله الجمعه. وي ان شاء الله. من مهرجان الاغنيه الغناء الوتري لستيل مختلف تماما. علاش هو في العاده ديما تبديل ريسك هو واحد في حجامته ساعات كيبدل يخاف خلي عاده في ستيل نتاع غناء. تبديل السروش فيه راحه وواحد فنان ما يزمش يحسن روحه في حاجة. معنا الفن بحر ما يزمكش تقعد غاديك في الزون دو كونفور متاعك. جربت ستيل كيما ينجم يسيب كيما ينجم ليه معنا ما أنا متفائل برشا بها الغناية واللي نسمح له يشيخ عليها معنا من القراب. انت قلت انه فيها ملامح الهيت إن شاء الله. شنو هو ملامح الهيت بالنسبة لأحمد الرباعي؟ أي إنسان توا في الدنيا توا عايش يسمع في غنايات كيفاش قاعدين يكونوا الغنايات واكثر واحد لازم يكون مواكب الفن. خاطر ديجا فما زاد فنانين معناها من الجنراسيون القديمه زاد يلوجوا على رواحهم تو خاطر الموسيقى تبدلت خاطر الناس ذوقهم تبدل دونك فويت خجور مكاو. معناها الاغنيه ذي انت قلت انه زاد من طموحاتك انك تخرج بالموسيقى نتاعك البر. وي فالاغنيه ذي بالنسبه ليك اغنيه اموري هي اللي باش تعاونك انك توصل للدول العربيه تكون موجود في التوندونس نتاع فيها ميلانج فيها افرو مغربون فما جو المغاربي زاد الكلمه سهله زاد تحفظ يعني توا فما انسبيراسيون ولا بويسكو مش انا اللي كاتب الكلام ولا ملحن دونك حمدي الميري مانيش انا صنعت هالغنيه دونك مي كي سمعتها نعرفش الانسبيراسيون نتاع حمدي شنو بالضبط كيف جات الاغنيه. باهي كي سمعتها انت حسيتها انت قلت لي تو ماشي في المزيكا اللي قاعدين نسمعوا فيها في العالم بطبيعه ثم حاجات اللي تتعاود في برشا اغنيات وموجودين حسيتها اقرب لوين بالضبط في الفنانين سواء عرب ولا عالميين. ما نجمش انا نصنفها نخلي الناس هي شنو كيفاش تسمعها وين تشوفها شنو تشوف الناس هي اللي تختار حاجه كيفاش. خاطر مش كيما انت تكون انت في الكويزين الانترن نتاع الاغنيه كيفاش تبنيت الاغنيه انت تشوف فيها حاجه فرحان بها وماكش تشوف لاك تقلد في شكون لاك في تعرف في حتى شيء من بعد ناس هي اللي باش تحكم. انت قلت انه الكليب شابت نهار الجمعه علاش نشوف نتاعك شنو اللي نجمو نعرفوه على الاقل شويه هكا على الكليب. على الكليب كيما الاغنيه حاجه جديده على الاخر معناها عليا وعلى الناس اللي تعرفني شنو ستيل نغني كيف كيف في الايماج فما حاجه جديده. باهي الايماج فما معناها باش نكون اكتور انا معناها فينالمون الفنان هو نشوفوا قصه معناها في الكليب. فما وي والكليب تصور في تونس ولا خارج تونس؟ في تونس. واخترت بلاصه معينه باش تصور فيها؟ في هذا كي تقولي في تونس نجم تصور في معناها يا في استوديو يا تختار مثلا بلاصه مزيانه ولا لا صورنا في تونس ومش في استوديو صورنا في دار. باه دونك اللي باش يتفرج باش يتفرج في حكايه باه مع شكون ولا وحدك؟ في الكليب معناها في الكليب في الكاست لا وحدي نجم نقولوا نقصد مش معايا يعني ما معاكش تدافيش ما معاكش ديزاكتور مش معايا ديزاكتريس عندي ناس مثلت في الكليب مي مش دي غران نون مساعات ما فما من ناس كي تحب تعمل كليبات ماذا بي يجيب تدافيش مثلا معاه مش كيما نخاف عليك مثلا نخاف عليك ما حبيش تعاود نفس اللي عملت كي نخاف عليك علاش
خاطر هو مش هكيك مش بعن قصد معناه الغناية اسكو تستحق ولا والسيناريو اسكو يستحق ولا فهمتك معناه الريت انه المره هذه ما تستحقش انه يكون معاك وجه ما نعرفش من الممثلين ولا حتى من ممكن كان فما كانت فما امكانيه راه ما كي تبدل السيناريو تبدل مع كل شيء ما كناش في حاجه والامكانيه مع شكون الامكانيه كيفاش كانت قبل مع جعفر القاسمي كنت باش تعمل كليب مع جعفر القاسمي لكن تبدل خاطر الغنية ضامره فيها ضمان فيها ايه الستيل الكلمات ماهوش كيما اللي خدمته قبل اكزاكتومون وي كنا ماشيين اكثر في الضمار كيما الغنية ضامره كانت فما نيه انه يكون بلا. معك جعفر القاسمي كانت فما ثنيه اخرى للكليب مع امين معالج اللي هو المخرج نتاع الكليب فينالمون نسلم عليه برشا اعطاني سيناريو بالحق اللي باش تفرش في الكليب باش يشوف اللي الغنية ما تنجم تكون كان هكاك معناها باش تشوفها ريك برشا معناها حكايه مع بعض نستناو ان شاء الله نكتشفوا الكليب هذا نهار الجمعه نحكيو على انتاجات اخرى انت مثلا صرحت وقلت انك تحضر في غنية وتخمم انه يكون معاك رابور فيها وي بي ما قدمناش في الحكايه ومونسيونيت بلينغوز وي هل حكيت معاه ولا انت في مخك تحب انه يكون معاك وكهو اي اداره اعمال هي اون كونتاكت معاه وين واصلين معاه هل هو قابل للفكره قابل للمشروع بيان سور فما معناها اكورد دو برينسيپ مي زاد هو عنده لي بروجي نتاعو انا زاد كيف كيف دونك فما تايمينغ لازم يكون مدروس بالكدي مي هي موجوده وفما حاجه اللي معناها بين احمد الرباعي وبلينغوز باش تكون موجوده وي نجم نقولوا سنه صعيب شويه سنه نتصور مش هكاك طبطه وتتسمع بون في الحكايه هذه مازلت كي الفنان الوتري هذاك البازيك اللي ياخذ برشا وقت باش يبدا يغني طبعا انت لي رابور تك تك يهبط وتوركل عليهم اخترت بلينغوز خالته شويه مشو قاعد اي ممكن الريتم نتاعو اي بدلي نجم يبدل لك رايك شويه اي ممكن ما تنجمش تعرف ثماش رابور اخر ماذا بيك تكون معاه فيتشرينغ بلتي هبو برشا حاولت نو حاولت من اداره اعمالك مثلا تكلم ولا لا من زاد تمن باللي سيركونستانس انا تنجم تتحط مثلا تنجم معناها بالزهر تقابلو ولا في بلاصه في ايفينمون في حاجه نمن بالحكايه تذوكم نجموا يجيبوا طبيعتهم خير من كل الحاجه تعمل طاوله وكريسي ونمن بالصدفه معناها ماذا بيك هكا معناها تجيب طبيعتها الفكره وكاو وي بالصدفه بيه بريفير هكا ان توكا نمشي بيك شويه لتكوينك الاكاديم وين وصلت في الميمار نتاعك عام زين صح مع الخدمه سي با فاسيل جمل باهي بتوفيق رغم اللي فما تقصير من عندي انا ما ننكرش ما عادي احنا الناس الكل تعدينا بها تقريبا استوديو كلنا لهنا اي واحد فينا بطاق اي حاجه في قرايته معناها حاجه عادي بر التكوين الاكاديمي بالنسبه لي كنت مهم للفنان ولازم يكون موجود في الساحه الفنيه الفنان هذاك كان تكوين اكاديمي با فورسيمون بالنسبه لنا مهم مي فما برشا ديزيكزامبل شنو زيدك شنو تحسوا زيدك مانيش باش نسمي اسامي لكن فما اكيد ناس تغني ما عندهاش تكوين اكاديمي عندهم الموهبه وكهو لكن انت كاحمد الرباعي عندك الموهبه وعندك ايضا تكوين اكاديمي شنو اللي تحسوا زيدك هذا على الناس اللي ما عملتش تكوين اكاديمي شنو الاضافه اللي قدمها كي تكون عندك حفله وراك فرقه كلهم اساتذه موسيقيين والا مع دي مايسترو كبار في البلاد كما محمد الاسود كما برشا كيما سي عبد الرحمن العيادي مش نحكيه بعد على كرتاج هاي يقدروا شنو هو انت يقدروا تكوينك ويشوفوه التكوين الاكاديمي ممكن ما يتشافش برشا عند عامة الناس ما يزدك تكون كبير في عينين ناس دي سبيسياليست تكون حاجة تفرحك برشا كمان حتى لي لروحك بيان سور مكسب ليك انت كونك تكون متثقف موسيقيا متثقف بيان سور ان جينيرال معناها زاد دونك ان بلوس به انت حكيت زاد على انتاجاتك قلت انه تحب كل شهرين تهبط اغنيه ولا اكيد معاك كليب معناها الريتم هذا باش تنجم تحافظ عليه هو يلزم يكون موجود مي مع الاكزيجنس اللي عندي وناخذ وقتي نعرف روحي هو شهرين به نتصور شهرين باش تحضر اغنيه بالكليب نتصور بهين على الاخر وي بهين انتاجيا معناها كيفاش قاعد تنجم تشد في الريتم هذا والله مع ساعات فما فنان تقول شبيك ما عملتش كليب يقول لك ما لقيتش فلوس ولا شبيك ما تهبطش كان مره في 6 شهور يقول لك كيف مشاكل انتاجيه ما لقاش دعم ما لقاش يمكن شركه انتاج انت كيفاش في الانتاج معناها هو فوالا نحكيوك فلوس بودجي نعرفوا لي البودجي نتاع الكليب هو باش يكون زاد مهم دونك تنجم تكون الغنيه حاضره مي ما لقيتش لا بون فورمول نتاع الكليب كو سوا اون سيناريو ولا حتى اون بودجي كليبات ساعات
معنى تقترح؟ نقترح نجم نقترح هاي وي خاطر سوتو انا مولا الغناء نعرف الغناء اسكو تركب عليها حاجة ذيك ولا معنى نحكي بلدي في الأمور معنى وانت جين ما عندكش مشكلة نجم تشد الريتم تاع غناية كل شهرين وي نجم اسكو توا مع البود برود اللي نخدم معاه دونك ان شاء الله ماشيين في ثنية باهية باهي حكيت على ثنية يعني فيه ثنية تمثيل شوي ثم مسلسل نور العين اللي لم يرى النور أي. للأسف كنت باش تكون فيه باش تغني جينيريك تاع المسلسل وسجلت ولا ساعة كنت مع بلينغوس مع بلينغوس معناها كيف كيف عملت وقتها تسجلت لا ما تسجلتش لي. أما كان المشروع أنكم باش تعملوا أغنية جينيريك أنت وبلينغوس وكنت باش تمثل وي دورك أول مرة دورك هذايا بتبيع أول مرة باش تمثل دورك معناها هو المشروع شنية تلغى ولا تأجل؟ تأجل لأسباب أنت جاية معناها تأجل وقتاش رمضان الجاي؟ إن شاء الله هاي أنا حكيت مع غازي المخرج نقدم له تحية نقول له مبروك النجاح نتاعه اللي نعرفه كونه ما دخلتش برشا في الأمور معناها ما دخلتش بالتدقيق بالضبط ما نعرفه الأسباب أنت جاي معناها مازال ما إن شاء الله الفكرة ما تروحها معناها ودورك دوري زاد باش يكون حاجة مش أنا جملة مش نمثل دور ماهوش راكب عليه معناها مش اللي ماجم تاعي مي باش نخدم عليه بالضبط ثم برشا فنانين مثلا استدعاهم باش يمثلوا في تونس ولا غير تونس وساعات كي يكون دورهم الاولاني ساعات يجيبوه في دور الفنان اسهل حاجه هذيك علاش قلت لك ماهوش دور ركب عليا ولا معناها مش معناها بعيد على الفنان بعيد. احمد الدربي بعيد جمله بعيد جملة. عملت تكوين في المسرح ولا مي الفنان دي ما معناها اللي يصور كليبات بيان سور فما فنانين ما يصوروش كليبات هاي. انا كي نصور كليبات المخرجين كل يقولوا لي تبارك الله عليك معناها تعطي في الكاميرا وتمثل ونعيش كاني بالحق مثلا حزين نوصل الحزن ذاك معناها فما تحس انه عندك مثلا ما منحبش التسلط على المهنه انا ما هذا ما يمنعش اش معناه معناها ماذا بيا نعمل مسرح ونجم نعمل مسرح تخمم انك تعمل كارير في التمثيل تكون معاه الغناء كان انا قد المهنه ذي اللي هي مهنه صعيبه برشا معناها معلش ليه نسمي لك اسم انا مثلا ثم تامر حسني في مصر بدا يغني معناها معروفك الفنان شاد جيتار قاعد في الفاك يغني عامل بون كيف عاقل بعد شفناه في التمثيل ودخل في الكوميديا من الاول هو معناها بدا حاجات كوميديا رومانسيه معناها خدم برش توا عنده فيلم ما اسمه بحبك ان صدقني ربي هو المخرج نتاعو وزاد ثم فيلم اخر كان كتبه هو معناها هو نصور باش يكون المخرج نتاع الفيلم ومثل فيه هي. كل شيء والغنايه زاد كيف كيف هي مش اول مره راه تصير تقريبا برشا هكا في العالم تقاول المخرج والمنتج ومولا الباش معناها الكل تسلط برشا هل ترى انت نجم توصل في حاجه هكاك ما زلت انك توصل مثلا انت تو خاطرك حكيت حسيتك انك ياسر مركز في الكليبات وحكيت زاد على انه فكره الكليب تهمك كما انه الاغنيه تهمك وتعطي قيمه لانك تصور ونتصور معناها انك مع المخرجين تحاول الماكسيموم تخرج قدراتك التمثيليه فانك ترى انك عندك مسيره ما نقولش كيف وخاطر حتى حد ما وكيف حد معناها كل واحد وثنيته اما ترى مسيره هكايا انك فنان وممثل والله كيما قلت لك كان بالحق انا قد الحكايه هذيك مثلا كيفاش تكون مخرج ماذا بيك ما تكونش كيكه هاوي معناها تاخذ الامور بحاجه بسيطه ما تستسهلها ماذا بيا نعمل حاجه على قواعدها في كل حاجه نحب نعمل يا نعمل حاجه على قواعدها يا ما نعملهاش مانيش قدها ما نعملهاش ما ندخلش فيها أنا قادر كوني نحكي مثلا في برودوي نتاعي انا في غنايه نتاعي ندخل زاده في حاجه تاع توزيع خاطر معناها سافي بارتي من الموسيقى وانا موزيك جي دونك قرايتك فوالا قرايتي الاخراج زاده كيف كيف فينالمون كنا نتفرجوا على افلام ولا سيريات ولا نشوفوا كليبات ولا معناها كلنا اجور وزمنا نكونوا اجور باش نعملوا حاجه سواء في نفس المستوى سواء خير هذيك احمد ربيع عرفناك في التونسي ومؤخرا عملت اغنيه بالفرنسي وي اللي هي اغنيه مهرجان الاغنيه فوالا اللي هي تغني بها تم الفرنسيز نتاع الندم النسخه الفرنسيه فوالا النسخه الفرنسيه انت كيفاش تقيمها التجربه هذه انك من اغنيه من التونسي للفرنسي نعرفوا انه كي تغني بين لغه ولغه ولا بين لهجه ولهجه فما تدخل الامور بعضها مش كيف كيف اي صحيح كيفاش تقيمها هي الاغنيه دو باز معناها الاوريجينال صحيح كلام تونسي مي ستيل ماهوش تونسي دونك الكلام تبدل وكان ينجم يكون اون فرونسي ولا اون انجلي بويسكو لو ستيل معناها ميوزيكال ماهوش ريتم تونسي ولا حاجه دونك ادابتينا للكلام
لللحن اللي هو الأوريجينال. هل هي محاولة منك باش إنك تحل باب مثلا البرنامج كيما The Voice في فرنسا؟ والله هي معلش ليه ما كانتش الحكاية هي النية مش موجودة ولا هي النية مش موجودة ما بيها كفكرة خاطر تنجم تحلك بيبان تنجم تكون نكون أوكا ديجا عملتها معناها عملت التجربة هذيك والله هو زاد أنا ديما أون كونتاكت مع مش أون كونتاكت أون كونتاكت مع ديما نقرا في ال في الاراء نتاع ناس تبع في على انستغرام وكل يحبوا يسمعوني في حاجه اوكسيدونتال ويحبوا يكتشفوني في حاجه اخرى معناها دونك انا لقيتها فرصه. برامج المواهب بالنسبه لك انت ما هي ماكش مسكر عليها الباب؟ لا 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 مش مسكر جست كل حاجه في وقتها نشوف ما نحبش نحرق المراحل تو انا عندي ناس تبع في عندي غنياتي عندي حفلات تو عندي ناس تحبني تعرف احمد شنو ستيلو وكل شيء وممنا باحمد حس اللي ما زلت نجم معناها مثلا برنامج كيما بولفار المواهب اللي شاركوا فيه نور قمر أي. وشارك فيه أي. عزيز مامي ما خممتش انك تكون موجود غادي؟ والله هي معناها كل واحد كيفاش يشوفها كل واحد كيفاش يرسم ثنيته كيما خممتش تو مش معناها ما نجمش نعملها ولا انا رافض جمله نجم تكون في وقتها خير معناها نشوف اللي تو مش وقتها معناها ما زلت تستنى في الفرصة يمكن اللي باش تخليك انت تكون موجود في برنامج مواهب ويخليك توصل حكيت وقت نصور حكيت وقت ممكن تولي كان نحسرها شوي قاعد ليه بالبرودكسيون عندي ديزانجاجمون معناها في تونس زاد ما نجمش قرايتك زاد تكملها معناها اجل تراك دونك فالا معناها اوبليجي باهي يا عم درباعي نحكيو على المهرجانات سنة عندك دستور عندك 3 اوت عندك جريمدا وعندك نابل وما عندكش فوالا انا مانيش فاهم تو خاطر عندك نابل نورمالمون افتتاح مهرجان اللي باش يكون نهار الاحد هذا وي لو 17 جويي اللي نعرفوا لي البارح تم الغاء الافتتاح هذا وي واليوم قالوا لك راك باش ترجع باه نرجعوا نحن مع نفس الدات مع نفس الدات نهار الاحد هذا علاش الالغاء شنو السبب هذين خلينا في البارح اعتبر اليوم ما جاك حتى تليفون المشكله ما نحبش ندخل في الامور هذيا انا دابا نقعد في الامور الفنيه انا عندي برايفي عندي نتابع الموسيقى نتاعي مثلا فنان تنجم انت تكلم مدير اعمالك تقول له المراه هنا ولا كنت نقول لك هما تكلم مدير اعمالك تقول له عشيري صار معناها فسر لي انا اللحظه كوني انا جيت تو مزيك معناها وقتها صارت عرفت اللي هو رجع ويلزون غاردي لا ميم دات اللي مازلنا قاعدين نشوفوا فيها ما نحبش نحكي اكثر فيها ما هم قاعدين اداره اعمالي قاعدين اون كونتاكت مع اداره المهرجان وسيغمون هما تو اون ريونيون دونك باس باش نخرجوا بحل اليوم معناها اسكو ما عندك حتى فرضيه باش تقعد نفس الدات هذيك والا باش يتاجل ما عندك حتى فرضيه علاش يتلغى من الاول كانت اسباب نتاع ميزانيه جو بونس ومن بعد الحمايه المدنيه سمعت اللي هي ما رفضت معناها ما كما قلت لك ما نحبش ان شاء الله نلقاو حل يعني ما نحبش ندخل في الامور هو شوف كي تم الغاءه مثلا عادي ماكش هو الفنان ولا اخر فنان باش تلغى له وذا افتتاح اي ولا افتتاح اوكي واللي هي تقريبا انا اهم سهره في المهرجان الى جانب الاختتام وي اما زاد كي تتلغى البارح وترجع اليوم تنجم تحط في مخك شويه فرضيات كيما حابوا على شكون يا اخي ما اختفش نرجعوا لاحمد مثلا يعني خاوة فيها واحد يروان هذايا ليه هما أعلنوا حتى في النسمة في قناة النسمة قالوا لي أي قالوا لي أنت موجود في الافتتاح مايش حكيت أنا مايش مشكلة مايش مربوطة بي مايش مربوطة بي أنا مربوطة بالمهرجان كان مشي تلغى وبعديك هكا دخلت بعضها الدنيا شوية وتوا حكيوا ووصلوا الحل لابارامون وباش يتعمل في السمعة مي فينالمون تو وصلني كلام اللي هو باش يتعمل في ستاد في ستاد نابل في ستاد نابل باش يتعمل أي وما نعرفش كما قلت لك معناها نخلي إدارة الأعمال اليوم أربع دونك فوالا هذيك هي تبرر مازلت وبشوف البلاصة إن شاء الله ربي يوفقك نقعد ساكت ميسير خليك هكاك نحكيو كارتاج إي السنة باش تكون موجود في كارتاج وي سهرية حلوة ياسر معناها عندنا مثل تونسي هو عاش يتمنى في عنب مات على القرو عنقود علاش الناس هذوما أساطير الفن في بلادنا في تاريخ الموسيقى التونسية من فنانين ومن عازفين ومن ملحنين علاش ما نكرموهمش معنا ماذا في عرض انغام في الذكرى اللي باش يكون في 22 جويليا وباش يكون مع مجموعة باش نكون مع المايسترو سي عبد الرحمن العيادي اللي ليا الشرف بالحق كونين معناها
نطلع معاه في حفلة وفي كرتاج ومع كيف كيف زاد فنانين من أحلى الأصوات اللي عنا في تونس. دونك شكون حفلة هيلة برشا. ودجا اليوم أول بروفة معنا اليوم كنا نبرفو ممتاز. هذا بالنسبة لمهرجان السنة في كل ما موسم تاع هكا مهرجانات صيفية والكل واحد ماذا بيه ديما يقدم. وي تنجم انه مثلا بانتاجاتك اللي بتخدمها السنة في 2022 نجم نراوك موجود اكثر في المهرجانات الصيفية القادمة. معناها تكون في ديدات اكثر كيف كيما كل فنان تونسي يستحق. جو دي بيان يستحق خاطر الناس اللي تعرفني تعرف لي احمد يخدم بلدي. مانيش نشكر في روحي نعاود في كلام ناس. معناها احنا زاد مهرجانات ماذا بينا زاد نقراو حساب الفنانين التوانسة مش الفنانين الاجانب. بس اغلبهم تونس. وي حتى الدوليه معناها ساعات تلقى كاين حاجه تفرح. نفرحوا احنا زعما مانيش قد المسؤوليه. احنا ما نجموش ندخلوا الفرحه والبهجه والموزيكا وبرشا فن للتوانسه. مانيش قادرين. معناها ياما فنانين جاوا اجانب وما كمان معناها ما شنو نقولوا فما اللي يعملوا عروض كبيره لكن فما اللي ما عباش. فما اللي بلاي باك. اي ما خلينا ايجابيين اليوم. خلينا ايجابيين. من الحاجات زاد اللي حكيتهم في حواراتك السابقه قلت انه بالنسبه للي لاونج انت حاجه ما تعنيكش انك تغني في لاونج. لا ما تبدلت اول لكن تبدل. شنو هو اللي خلات تبدل؟ على خاطر شو نقول لك نجم راه ونهار لايف باند نحب نكون ديما موجود خاطر ناس تنسى الفنان. كي انت تكون جوست موجود في سهرات خاصه معناها في الصيف كهو ولا في مهرجانات ما باش تكون ماكش باش تنسى. تخدم كان في الصيف اوركو لي لونج يخدموا طول العام. وانا نحب نغني. انا مش ماخذ خدمه برشا الحكايه معناها. انا نحب نغني معناها وكان نجي ونحكيوا فلوس في لي لونج. فماش برشا فلوس خلينا واقعيين. امين نحب على حكايه فيزيبيليتي. هو راه بيناتنا في لي لونج تنجم تعمل برشا فلوس. اي ما غير كان ما انت مثلا كان بلاي العبيد اللي تغني ينجم يعمل لك. انا ما نعرفش نغني في بلاصه واحده مره في الجمعه. اي كانك تغني كان معك انت وياخذ عليك شيء كبير. نجم تضمن مدخول شهري اللي هو ينجم يضمن لك ليك انت برشا حاجات يعاونك حتى في الانتاج. ما فما شكون يخدمها تخدمها. فما شكون يحتقروها الحكايه هذه الخدمه في الليلانج ويعمل لك كاروكي ويعمل لك ما يتكلفش عليه معناها. ما انا نحب انت حضرت قبل شفت دي باند حضرت في دي لاونج وشفت بيان سور رايك فيهم. عنا اليانزا محليهم برشا ما حبش نذكر بخاطر برشا اللي مش محليهم. فما اللي مش ما غير ما تقول لي معناها شكون سفينه للواحد. ليه ما تقوليش شكون؟ فما اللي مش محليهم. فما اللي تحسوا جاي فما شنو تعديو في التلفزه زاد تعديو في التلفزه. طب انت انا قلت لك ما تسميوش انت قربتها لحكي. ليه معناها نجم نحكي لك ما نحبش نحكي. ماشي في مخي شكون انا ماني ساكت ماني مش نقول اسم. خلينا رابعين الجميع. انا الناس كل تعرفني هكا راني ما نحب نجبد حد ولا حد يجبدني. انا عايش على روحي نخدم في موزيكتي فرحان على روحي عامل جو بون كيف. نهار 26 فيفري 2022 هبت بوست على انستغرام كتبت فيها ما زلت نغني ونغني ونغني وشي ما يوقفني. جاي ما واحد يهبطها هذه بعد ما واحد حاول يوقف. هو عبارة موتيفاسيون لي انا. ايه الموتيفاسيون المو فما حاجة تحفزها معناها. وي مي ساعات زاد الفنان يدخل في دوامة بينه وبين روحه زاد يزمو يحفز روحه. فما تحس انه فما غيرة في الدومين ولا في عراقيل؟ عراقيل مازلنا ما الحقيقة ما خاطر ما نحبش نعرق لحد معناها. لا ما ماكش انت تعرق ما حسيت فما نحكي لك معناها انا ما نستحقش نشوف اللي مش نتحرك خاطر كل واحد ربي عينه وانا كل واحد عنده جمهور ويخدم على روحه. ما نسيت سؤالك بار كونتر. فما شكون عرق لك سهل الحكي شكون حاول يوقفك؟ لا ما نو به قولوا نو سير ما صدقنيش ظهر في التلفزه اللي عرق لك ولا يظهروا في التلفز بالي عرقلوك يظهروا هاو طلع قلت لك ليه شنو نحصل لك معناها انا تو لا مش تحصل لك قام قرب ليه اسمع انا راني ما عنديش علاش باش نجبد معك عندي شويه سيدي اعظم من هادي نكتب لك علاش اعظم من هادي خاطيني ليه اخوي هو عنديش باباراتزي انا حتى بلاش ماسك قاعد محلي جاوب به مهرجان الاغنية بالنسبه للدوره الجايه باش تكون حاضر فيها ولا ليه عاد ليه يزي خليه فما برشا اصوات كاو يزي بالنسبه لك انت
باهي نفرضوا حاجه سي بون شاركت خلي بين نسالك سؤال انا نجربه انا توا ما خليش نسالك لما حال هذه ما يخليهاش الحكايه هذه تصير ما انا خليها بزي. هل ترى كان نعاود نشارك وبغنايه نستحق ناخذ بها الجائزه الاولى هل ترى انا باش ناخذها نجم تاخذ كيما تنجم لا ما نتصورش علاش علاش يا اخي مش ما تجيش ما تجيش فما برشا اصوات لازم تاخذ حظها لا سامحني نعطيك باش نعطيك اكزامبل في الكوره تو معناها انا نستحق بالون دور نستحق عم جيش قولوا لي ليه كان مهرجان الأغنية هو هكا كومبيتيسيون بالحق واللي خير ياخذ بالنسبه لك انت ماشي خير فما ظروف اخرى تدخل في الاختيار مش كان الاستحقاق معناها تنجم تكون تستحق ما تاخذش هذا اش تقصد معناها نجم خاطر ليه مش نقول فيها بموفيس فور مش نقصد بها مش كيف في مهرجان انا بيدي كان جيت في لجنه معناها حتى كان واحد يستحقها هو خذاها عمناه فهمت ميم سي يستحقها باش ياخذ نجم ياخذ الجائزه الثانيه مثلا الجائزه الثالثه ما الاولى كمان ومش هذاك علاش راهو مش هذاك علاش الله غالب ما نعطيك الاخبار نشكرك برشا احمد ربيعي كان ضيف اليوم حكينا على جديد اغنيه اموري نهار الجمعه تسمعوا على شين يوتيوب تاع احمد ربيعي